حضرتك كنت مخابرات حربية واستطلاع، والجزئية دي أو الإدارة دي معتمدة بشكل أساسي على المعلومة، هي اللي بتدي المعلومة لقواتنا المسلحة علشان تضرب في الصميم. لازم أربط ده باللي حصل النهاردة من وزارة الداخلية المصرية في سيناء، مجهود محترم من أجهزتنا الأمنية في شمال سيناء اللي قدروا إن هم يقضوا على 15 إرهابي، بفضل طبعا قطاع الأمن الوطني اللي وفر المعلومة لأجهزتنا الأمنية، وحصل تبادل لإطلاق النيران في المكان ده مع طبعا مع مجموعة من الإرهابيين في مدينة العريش. وده بعد ما جت زي ما قلت لحضرتك معلومات لقطاع الأمن الوطني عن استعداد بعض العناصر الإرهابية إنها تعمل عمليات عدائية في وقت احتفالات حرب أكتوبر. الحمد لله رب العالمين، نجحت قوات الأمن إنها توصل للمكان اللي كان مستخبي فيه الإرهابيين ودهموه وقتلوا 15 من الإرهابيين دول. شايف ده إزاي النهاردة في بعد 45 سنة من حرب أكتوبر، الحرب اللي لسه شغالة في شمال سيناء، العملية سيناء 2018، مجهود جيشنا العظيم وقوات شرطتنا المدنية؟ يعني أنا يمكن برجع برضو للخلف شوية لـ 73، بقول النهاردة إن ده من ضمن المعلومات والتكتيكات وخبرة رجال القوات المسلحة وبالذات اللي هم المخابرات والعناصر اللي هي استطلاع خلف الخطوط، إن التوقيت إن الساعة 2 الظهر يتم اختياره في هذا التوقيت، لأن كان جرى العرف في تكتيكات القوات المسلحة على مستوى العالم إن دايما الاجتياح أو العبور بيتم يا إما مع الغروب أو مع الشروق، ولكن يتم اختيار الساعة 2 دي النهارده طبقا لمعلومات وطبقا لمعلومات جيده وطبقا لتعاون وسيط ما بين ساعتها في وقتها ما بين الجبهه المصريه والجبهه السوريه واتحاد الدولتين وفي توقيت واحد، ده نتيجه معلومات وتنسيق مخابراتي قوي جدا. نفس الموضوع احنا بنستعد دلوقتي حضرتك ان هناك ان بالذات بقى احنا بنرجع للارهاب، كمان الارهاب لا يمكن القضاء عليه الا بتوفر المعلومه، يعني الارهاب عشان اقوم بعمليات استباقيه واخضع على عناصر ارهابيه استباقية لابد أن يكون هناك معلومات مسبقة عنه. طبعا هو ده اللي احنا دلوقتي احنا ما بقناش في موقع مدافع مع الإرهاب، احنا بالعكس احنا بقينا نقوم بعمليات استباقية. معلومات استباقية دي جاية من المعلومات، جاية من ان احنا قدرنا نجند ناس جوه هذه العناصر الإرهابية، قدرنا ان احنا بنصطاد ناس من العناصر الإرهابية بناخد منها المعلومة، وبتشير الى هناك تعاون وثيق جدا ما بين جميع اجهزه الدوله طبعا في مجال الامن، سواء القوات المسلحه المخابرات الحربيه او المخابرات العامه او الامن الوطني او اجهزه الشرطيه والداخليه بالكامل، هناك تعاون وثيق في المعلومه وكل من لديه معلومه، ده بيدل ان هناك توافق ما بين كل الاجهزه الامنيه النهارده لبتر الارهاب، وان هناك معلومات استباقيه وان هناك علامات متوفره لدينا، وان اي عمليات ارهابيه ان شاء الله هنوصل ليها وهنفسدها، لان هم بيحاولوا يفسدوا فرحتنا، هنجهضها قبل ما تطلع ان شاء الله. في فرحه فبيحاولوا، لا دي يقظه رجال الامن عندنا قويه جدا ومتوفره الحمد لله. الحمد لله، جزيل الشكر يا فندم، وكل عام وانت بخير مره تانية، وكل اهالينا في المنازل المصريين بالف خير ذكرى انتصارات اكتوبر. شكرا جزيلا للسيد النائب اللواء سلامه الجهري، عضو لجنه الدفاع والامن القومي في البرلمان المصري.